ما زلنا ندعو الله عز وجل انه يشيل الكرب عن الأمة ويزيل هذا البلاء عن المستضعفين في كل مكان في الأرض وبصفة خاصة إخواننا في فلسطين. ربنا سبحانه وتعالى ينصر أهالينا في فلسطين وينصر أهالينا في غزة، يقبل شهداءهم ويشفي مرضاهم ويتم نصره عليهم. ودايما وأبدا أكثروا من الدعاء هذه الأيام، اللهم مددا من عندك مثل مدد يوم الأحزاب عندما ضاقت الأرض على المسلمين فجاء المدد من السماء. فربنا سبحانه وتعالى ينصر الأمة ويجازي الأمة كل خير ويتقبل شهداءنا يا رب، ويحرر الأقصى مصر رسول الله من هؤلاء الغاصبين مصاص الدماء، ويمن على أهالينا في غزة وفلسطين بالحرية والنصر المبين إن شاء الله عز وجل. يمكن الأسبوع اللي فات كله كنا مع فلسطين، ولكن تعرفين عجلة الحياة بتدور والقضية لا يمكن أن نتخلى عنها، ونحن معها قلبا وقالبا لا نتركها أبدا. ولكن وإحنا بنتكلم عن ده النهاردة ومستمرين في الدعم والمساندة، وزي ما قلت لكم اتكلموا بالكلمة نستطيع أن نحقق أمور كثيرة، والكلمة هي بداية الشرارة والشرارة تخرج بالكلمة. وربنا سبحانه وتعالى يجازي كل إنسان يجاهد ولو بالكلمة، وذلك أضعف الإيمان. ونحن من هذا المنبر، منبر قناة الشمس، نواصل جهادنا من أجل هذه القضية بالكلمة. ولعل الشيء المهم قبل ما أعرف ضيوفي، الهجوم الشرس اللي حصل على محمد صلاح. كان أنا عندي مداخلة مهمة جدا من أمريكا برتبها مع حد مهم جدا في حلقة الخميس، عفاجئك بيها بحاجة مهمة عايز أبدأ بيها حلقة النهاردة. فيديو محمد صلاح حصل على الأكثر تأثيرا في العالم في الأحداث التي تلت السابع من أكتوبر. أقول تاني، فيديو محمد صلاح الأكثر تأثيرا في أمريكا والعالم بعد أحداث السابع من أكتوبر، يلي باسم يوسف. أنا بكلمك على أرقام. تخيل أنت الناس اللي هجمت محمد صلاح، والناس اللي قعدت تقول لك يمين وشمال ومش عاجبهم الكلام، وإحنا هنا قاعدين إيه فنجرية بق على الفاضي. عندما يتحدث المؤثر، دعك من أنه وصل لخمسمائة مليون، التأثير بتاعه، المواقف تغيرت في أوروبا وأمريكا والعالم بنسبة لا تقل عن 80% بعد فيديو محمد صلاح. وده اللي ببدأ بيه مع ضيوف الكبار بعد غياب لأسبوعين ولا ثلاثة. يعود إليكم نجمنا الكبير وعمنا المحترم وصديق العزيز كابتن مصر والنادي الأهلي الكبير الكابتن رمضان السيد. مساء الفل يا كابتن رمضان. مساء الفل يا عبد الناصر وعمرة مقبولة والحمد لله على السلامة. الله يخليك. تأثير الكلمة طبعا طبعا. أقول لك حاجة، أنا هضيف لك بس حاجة كمان، جمهور ليفربول شال أعلام فلسطين على الرغم من ان الاتحاد الانجليزي منع دخول الاعلام بملايين، لكن رغم ذلك تاثير محمد صلاح في مش في اقول لك في الدوري الانجليزي، في العالم. محمد صلاح مؤثر بشكل كبير جدا جدا جدا، بدليل زي ما قلت لك انت بتتكلم في مشاهده وصلت 500 مليون و450 مليون، بتتكلم في ان جمهور ليفربول يحط اعلام فلسطين، لا طبعا تاثير كبير جدا 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 جدا. فهي مش بالحنجره. لا 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 لا، يعني ممكن تقول كلمتين. انا عجبني باسم يوسف لما قال ايه بيرد على الناس اللي هجمت محمد صلاح رفقا، وده برحب طبعا بنجمنا الكبير الكابتن علاء نوح نجم مصر ونادي الترسانه والعديد من الانديه والمدير الفني الناجح وضيف شرفنا النهارده انا والكابتن رمضان. كابتن علاء مساء الفل وبحييك وشرف انك تكون معنا. انا اللي بتشرف بيك يا استاذ عبد الناصر، وطبعا انت سباق في كل الحصريات يعني، واساس البرنامج كره بلدنا من الاساس من الاول قبل ملعب الشمس قبل ملعب الشمس كان حضرتك وطبعا الكابتن وكابتن الكابتن رمضان السيد. طبعا انا بتشرف بوجودي معاكم. ربنا يخليك. بس انا عايز اتكلم على ارض فلسطين ولو دقيقه. اتفضل يا فندم. لازم نعرف ولادنا ان نبينا
إبراهيم عليه السلام سكن في فلسطين. لازم نعرف أولادنا أن سيدنا لوط عليه السلام نجا من العذاب في فلسطين. طبعا. لازم سيدنا داود عليه السلام عاش في فلسطين وبرب وحربه هناك. لازم نقول أن سليمان سيدنا سليمان عليه السلام كل العالم كله كان في فلسطين. صح. كل الأنبياء كانت في فلسطين. لازم كما أن موسى عليه السلام طلب من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة اللي هي أرض فلسطين. سيدنا عيسى وسمان مقدسة المطهر. كل الأنبياء سكنوا أرض فلسطين. ففلسطين دي مش أرض فلسطين، ده أرض العرب كلها وأرضنا كلنا. صح. وأرض المسلمين. صح. فإحنا ربنا هينصرنا فهو ربنا هندخلها كما دخلناها أول مرة هنخشها. صح. فده قرآن. ولتدبروا ما علوا تدبير. سيد هقول أبو لهب، مش القرآن نزل قبل ما يموت بعشر سنين؟ صح. كان يقدر هو يعلن إسلام ويكذب القرآن؟ صح. ما أسلمش طبعا. حتى لما ربنا قال لهم جئنا بكم نثيرة، يعني بيجمعهم من شتات الأرض بالزبط. إلى يوم الموعد بالزبط. ولكن خليني محمد صلاح النهاردة يا كابتن، وده تعمد تبدأ الدكتور أمجد حنا صديقي العزيز واللي هيكون معنا في مداخلة الخميس إن شاء الله في حلقة الخميس، فجأني وقال لي الإحصائيات والأرقام. والدكتور أمجد حنا صديقنا العزيز مصري أمريكاني، وهو من الأعضاء المؤثرين في الحزب الديمقراطي، فبيقول لي وهو متابع جيد للسياسة والأخبار، الرأي العام في أمريكا ما قبل محمد صلاح حاجة وما بعد كلام محمد صلاح حاجة، ما قبل باسم يوسف حاجة، باسم يوسف حاجة، وما بعد باسم يوسف حاجة. أنا بس حبيت أبدأ بدارية أن تكون مؤثرا، يعني يا جماعة بطل الخطب بعض، خاطب العالم الآخر. حتى الرسول قال لك رحم الله امرئ عامل الناس على قدر عقولهم وخاطبهم بمفهومهم. انت بتخاطب برا واحد ملحد كافر غير مؤمن بوجود الله أصلا، غير ما تنفعك. ما هو لو مؤمن بالله انت هتقول له قل هو الله أحد. يعني ده غباء لما تيجي واحد كافر مش مؤمن بالله تقول له واحد الله. واحد مش مؤمن بالرسول صلي على النبي ومش عارف والسنة النبوية بتقول ومش واحد مش مؤمن بعيسى تقعد تقول له والإنجيل أسى على السلام. ما هو لو مؤمن بده ما كانش حصل اللي احنا فيه. وفي ناس يا عبد الناصر في أوروبا أغلب الدول الأوروبية ما يعرفوش أي حاجة مش عن مهتم الدكتور ولا مهتمين. هقول لك حاجة، بالعكس الفترة دي فعلا أولا الفيديوهات اللي بيشوفوها الناس اقتنعت، لا ده في يعني ظلم كبير، في تغير في المواقف طبعا. ولكن دفع على صفيح ساخن المدرج كله اعلام فلسطين اكتر من مصر واكتر من الدول العربيه. صح. اللي بيتكلم على محمد صلاح، محمد صلاح مش راجل عادي، مش مطلوب منه يطلع يغلط ويشن، ده كلام بيتكلم ده كلام دبلوماسي، لازم بيوصل الرساله، هي الرساله وصلت خلاص، مش لازم يخبط ويشتم ويعمل لا هي الرساله وصلت باحترافيه، مش يعني بتفق معاك بالظبط. التأثير وقوة التأثير في كلمة بس. حبيت أقول لكم ده يا جماعة، إن آخر إحصائيات اتعملت في العالم إن أكثر تأثير على القضية ما عليك سياسيين ولا رؤساء دول ولا شعبيين ولا فنانين، قال لك فيديو وحلقة محمد باسم يوسف وفيديو محمد صلاح أثر تأثير إيجابي جدا. عايزين ندفع في التأثير ده عشان نوصل قضيتنا للآخر إلى أن يأتي وعد الله. إحنا ضد الخنوع والانكسار والذل والبكاء على فكرة، وأنا ضد الناس اللي بتطلع تبكي، لا إحنا أمة قوية. الشيخ الشعراوي قال لك دي العلامات بتاعت نهاية هؤلاء، إن ربنا يأتي بهم نفيرا من العالم كله، عشان تلاقينا أنا طالع ثابت وفرحان. ليه؟ كل ما زاد بطشهم كل ما اقتربت نهايتهم. توعد القرآن. هو أنا اللي بقول جئنا بكم نفيرة، يعني من كل شتات الأرض حتى يأتي وعد الله. فيجي على فكرة الناس عشان تقرأ وتطلع ما يكونش في أسلحة، لسه بدري يا جماعة، لسه هيبطشوا أكتر. أيوة. وأكتر على فكرة. آخر حرب في الكون هي حرب سلاح أبيض، دول هيتهاروا لاما وشلاليت لما يطلع لهم صحابه ما فيش اسلحه. ايوه اخر حاجه السلاح الابيض السكينه. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بقوه كن فيكون، كل اللي انت كيفه من تكنولوجيا ده بالسلامه، عشان بالسلامه هم، عشان ربنا بيظهر الضلال بتاعهم بالظبط. ان النهارده روسيا بتحارب عن الامن القومي بتاعها. طب انتوا هنا دي بلد مختصبه بقالها من 48 محتله، انتوا فين؟ محتله مختصبه من 48 انتوا فين؟ ازدواجيه في كل حاجه. ولذلك احنا والله العظيم بنتكلم في الكوره غصب عننا يا جماعه. ولكن انا مش عايز، والله ما عايزين نتكلم في الكوره، يعني فلسطين اهم، بس طبعا الحياه لازم تمشي يعني بالظبط.
وكل ما زادت قوتنا في كل حاجة حتى في الكرة كل ما زاد تأثيرنا. صدقوني هي بالتأثير حتى يأتي أمر الله.